طبعا كلنا بنسمع عن ان اعصابي وجعاني، ان انا ما بعرفش اتحرك عدل، ان راسي وجعاني، ما عنديش ذاكره كويسه جدا، بنسى كتير قوي، عندي اكتئاب معظم الوقت. ده كله ليه دعوه بالاعصاب. كل ما الاعصاب مش في صحه كويسه، كل ما كل الجسم بيتاثر. طبعا زي ما انتم عارفين الاعصاب طبعا محتاجه دكتور مختص عشان نتكلم عن الاعصاب بتتشكل ازاي، من اول العمود الفقري او العمود الفقري كله، وازاي بتطلع على المخ والحاجات دي كلها. اللي انا عاوز اركز عليه النهارده ان انا اكلمكم عن الاكلات اللي بتغذي الاعصاب. بس قبل ما اكلمكم عن الاكلات، احب بس افكر حضراتكم، اي حد يحب يسالني اي سؤال ليه دعوه بالتغذيه، اي حاجه ليها دعوه بالتغذيه، يا ريت يكلمنا على ارقامنا اللي هتكون موجوده حالا على الشاشه، او يبعت لنا على البيج بتاعتنا على تان تي في او على البيج بتاعتي. ايه هي الاكلات اللي بتغذي الاعصاب؟ عاوز اقول لكم على حاجات مهمه جدا. ناس كتير قوي تقول لي ايه، احنا عاوزين ناخد فيتامينات او معادن هي دي عشان تحافظ على اعصابنا. لا، هي الفكره كلها ان انا لازم اخد الاكل او اخد الحاجات المظبوطه او الفيتامينات او المعادن من الاكل نفسه. وقبل الفيتامينات والمعادن لازم اركز على الاكل الاساسي اللي هو البروتين والنشويات والدهون. المعادن والفيتامينات هي مكملات للاكل، طبعا هي اساسيه، بس الفكره كلها ان انا لازم اركز على الثلاثه الاساسيه. حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي بتكون الأعصاب واللي بتحافظ على صحتها هو البروتين والأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية هي اللي بتعمل البروتين، لأنها سلسلة طويلة عريضة. طبعا إن شاء الله في المستقبل هحاول أجيب لكم صور عشان أفهمكم الأحماض الأمينية اللي موجود منها في الجسم، اللي موجود بره الجسم وبناخده إزاي. المهم عشان يكون أعصابي في صحة كويسة هي ومخي، لازم أخد بروتين عدل. البروتين العدل ده أو البروتين الصحي اللي أقدر أخده هو من الحاجات مثلا زي الأسماك. يعني دلوقتي هنشوف صورة مع بعض، الأسماك، البيض واللبن. ناس كتير قوي ممكن زي ما احنا شايفين دلوقتي الأسماك من الحاجات المهمة جدا اللي بتحتوي على بروتين، وبروتين مش مشبع، يمكن فيه نسبة قليلة جدا فيها مشبع. واحنا دايما كل مرة أنصح ان لازم نبتعد تماما عن الدهون المشبعة، فالأسماك من الحاجات الخفيفة الكويسة اللي بتحتوي على بروتين كويس جدا للجسم، وكمان بتحتوي على الأوميجا 3 اللي احنا محتاجينه عشان التركيز. ودايما أقول للستات عشان خاطر يزودوا من موضوع الأسماك، لأن الأسماك من الحاجات المهمة قوي. زي ما انتوا شايفين كده جنب السمك في حاجات خضرة كده، ورق أخضر. كل ما زودنا من ورق الأخضر ده، كل ما صحتنا وصحة أعصابنا كانت كويسة. اولا الورق الاخضر ده بيحتوي زي ما كنت بقول برضو على الاوميجا، وفي نفس الوقت بيحتوي على فيتامين اي، وفيتامين اي من الحاجات المهمه جدا لازم تكون موجوده في جسمنا، لانها مضاد للاكسده عالي. ارجع افكركم، مضاد للاكسده بمعنى ان هو بيقتل كل الشوائب او اللي بتسمى بالانجليزي الفري راديكلز اللي موجوده في الجسم، اللي بتنتج عن تكسرات او حاجات مثلا عمليه، او مثلا اي عمليه بتحصل جوه الجسم بينتج عنها خلايا مسممه، وهي الفري راديكلز دي بينظفها كل الحاجات اللي هي فيها انتي اوكسيدنتس او المضادات للاكسده. فالسمك من الحاجات المهمه. هنشوف بعد كده زي ما قلت لكم عندنا البيض واللبن. البيض من الحاجات المفيده جدا، لازم نحطها في يومنا بشكل عام. يجي ناس كتير تقول لك اصلا انا باكل البياض لوحده عشان الصفار فيه كوليسترول عالي. انا ضد الكلام ده تماما، لان ربنا خلق البيضه متكامله. اولا الصفار بيحتوي على نسبه زنك عاليه جدا، والزنك من الحاجات اللي بتعمل تاهيل للجسم كله، وكمان من الحاجات لو مثلا ناس متعوره الحاجات دي كلها بتعمل بناء للخلايا من اول وجديد. ففضل ان البيضه تتاكل متكامله، الا لو الدكتور بقى قال ان كوليسترولك عالي جدا او الكوليسترول الضار عالي جدا، فيفضل ان انت تاخد البياض. بس محدش يفصل الصفار عن البياض. وبالنسبه برضو للناس اللي هي بتتمرن جامد جدا، اشوف ان هم بياكلوا البياض لوحده، لا. لو عاوز تاكل نسبه بروتين عاليه، على الاقل خد بيضه كامله، لان الزنك اللي في الصفار مهم جدا ليك. بعد كده عندنا اللبن. اللبن من الحاجات المهمه اللي لازم تكون موجوده في يومنا بشكل عام، بالنسبه لينا ككبار والصغيرين كمان. لو عندك مشكله في اللبن بينفخ لك بطنك، لان هو بيحتوي على ماده اللاكتوز، وفي ناس عندها مشكله مع اللاكتوز كتير قوي، عندهم حساسيه اسمها لاكتوز انتوليرنس. لو عندك مشكله من اللبن، ممكن الزبادي يغني عن اللبن، وبالعكس كمان الزبادي بيحتوي على نسبه كالسيوم كمان اعلى. الفكره كلها ان انت محتاج كالسيوم في اكلك، ولان الكالسيوم من الحاجات اللي بتحافظ على صحه المخ، ودي حاجه مهمه جدا. عندنا بعد كده متهيألي السبانخ.
السبانخ من الحاجات المفيدة بشكل عام لكل أعضاء الجسم، يعني بتقي من الأنيميا لأنها بتحتوي على حديد، فيها فيتامين بي 6 وبي 12 اللي احنا محتاجينهم عشان صحة الأعصاب، وبتحتوي كمان على الفوليت اللي هو الحامض الفوليك، ويمكن ده من الحاجات المهمة جدا للحفاظ على صحة المخ. وكمان يمكن بيفضل ان الستات الحوامل ياخدوا فوليك اسيد او حامض الفوليك في وقت الحمل، لان هو بيحافظ على صحه الجنين. بعد كده عندنا الشوفان، ودايما بنصح بالشوفان. انا عارفه ناس كتير هتقولي انت بتعيدي وتزيدي في نفس الكلام، بس الكلام ده مهم جدا. الشوفان بيحتوي على ماده السيروتونين اللي احنا محتاجينها عشان السعاده، ودي بتفرز في المخ. بيحتوي كمان على فيتامين بي 6 وبي 12، وزي ما قلت دولت مهمين جدا لصحة المخ والأعصاب، وغير طبعا ان هو مفيد جدا للناس اللي عندها سكر عشان بيتكسر بطيء على مدار الوقت، فبيفضل يديك طاقة مستدامة. عاوز اقول ان ناس كتير تقولك النشويات والكالوريز اللي فيه او نسبة السعرات الحرارية عالية، ماشي هو مفيش مشاكل ان هو يبقى نسبة السعرات الحرارية عالية، بس اللي احنا اخدناه الصبح ما فيهوش مشاكل خالص، بالعكس عاوز اقول ان هو بينظف المعده من كل الشوائب، فبالتالي بيساعدك على الخسان بطريقه غير مباشره. طيب معانا بقى الشوكولاته الداكنه، ودي من الحاجات اللي انا الحقيقه بعشقها. الشوكولاته الداكنه من الحاجات المفيده اللي بتحتوي على فيتامين بي، وكمان بتحتوي على مضادات للاكسده عاليه جدا، فبالتالي بتنظف الجسم من كل الشوائب. بس ده مش معناه ان انا اخد يعني قطع او قطعه كبيره، لان برضو في الاول وفي الاخر فيها سكر وهتتحول لو انا مش